في أي تكوين تتكون الأفكار التي تلبس الحق بالباطل، وكأن الذي يدمرنا هو ما يسعدنا، وأن اللحظات العابرة تتحول إلى فواصل مبهجة تبعدنا عن واقع أليم. نحن من سعينا إليه. الأبيض لون زاهٍ وجميل، والأسود لون له هيبته، لكن الرمادي هو الخيط الخادع بينهما، يوهمنا بجماله حتى نتعمق في تفاصيله، فنجد البشاعة والخديعة والمتاهات التي لا تنتهي. نبصر بلا بصيرة، ونتكلم بلا فهم، ونخطو بلا أذى، نسمع الهمس الخادع، ونسعى لزيف لامع. فالقلب الآن دامع، والحقيقة سيف قاطع، لا تراها إن كنت طامع. لماذا نجري لما لا ندري، ونعود للتمني بعدما كان في أيدينا التأني؟ جراح نزف وقرع وقراء احتبسن في أني، لم أعد وبقيت في مسكن. لا أريد أن أخسر أحدا آخر. لا أريد. ابتعدوا عني. سير عميس، يجب أن نحضره حتى ينصاع لأمر الملك. نحضره؟ وكأنه مخير، لا بل نجبره. ليس هكذا يا سير عميس، اهدئي. كيف أهدأ هذا البشري؟ يظن أنه شيء وهو نكرة. اتركي الأمر علي. عشتار أنت وألاعيبك. هذه أنا. ابتعدوا عني. هذا الأمر لا يسكت عنه. لماذا هذا الأمر يتكرر؟ لماذا؟ يجب أن أتصل بهم. لا، توقف أرجوك. ولكن هذا هو الحل الوحيد حتى لا نخسره. لابد أن هناك حلا آخر. لا أظن ذلك، فلقد بلغ نفس الحد. لا تقل ذلك. عند الاكتمال. نعم، بدر في 14. اقطع الوريد، يفعل لك ما تريد. من بالباب؟ أنا عشتار، زميلة نادر بالجامعة. أهلا بك يا ابنتي، أهلا، تفضلي. شكرا لك يا خالة. تفضلي بالجلوس. أهلا. منزل جميل. أشكرك، هذا من لطفك. ولكن يا خالة، لماذا لا توجد مساكن حولكم؟ نعم صحيح، هذا لأن كل هذه الأرض هي ملك لجد نادر. كيف تكون ملكة؟ ماذا بك يا ابنتي؟ لا شيء يا خالة، ولكنها أرض شاسعة. نعم صحيح، ولكننا لم نستطع أن نبني فيها أو حتى نزرع. لماذا؟ لا أعلم، ولكن منذ أن تزوجت أبا نادر وهو يحاول، ولكن كل شيء يموت هنا، وكأن بالأرض لعنة ما. وأي لعنة؟ هل قلت شيئا يا ابنتي؟ لا شيء، ولكنني متعجبة من هذه القصة. أظنني أخفتك، دعيني أحضر لك شيئا تشربينه. شكرا لك، ولكنني في عجلة من أمري، مررت للقاء نادر فقط. نادر؟ حسنا، سأناديه. نادر يا ولدي، هذه صديقتك من الجامعة تسأل عنك.
نادر أرجوك يا ولدي أخرج واجلس معها يا نادر. من تكون؟ تقول أن اسمها عشتار. من؟ عشتار؟ نعم عشتار. أين هي؟ أين؟ حمدا لله أنت بخير. أين هي؟ إنها في الأسفل، ولكن انتظر يا نادر. أنت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ وكيف؟ وكيف عرفت مكان مسكني؟ من يسأل لا يتوه. أخبرتك أن تبتعدي. وهذا ما آثار استغرابي، هل فعلت لك شيئا ما أزعجك؟ لا، أنت لا ذنب لك بما يحدث معي. إذن لما تطلب مني الابتعاد؟ أنا كل من يقترب مني. ها يا ولدي، هل أحضر لكما شيئا لتشربوه؟ شكرا لك يا أمي، نحن سنغادر. هيا. ولكن يا نادر. إلى اللقاء يا أمي، إلى اللقاء. سعدت بمعرفتك يا خالة. أنا أكثر، أرجوك انتبهي له من أجلي. لا عليك. عشتار هيا أسرع. إلى اللقاء يا خالة. رافقتكم السلامة. من كان هنا يا أم نادر؟ هذه صديقة نادر في الجامعة. وأين نادر؟ خرج معها. حقا خرج من غرفته؟ نعم، ولكنه في حالة يرثى لها. متى خرجوا؟ وهل ابتعدوا من هنا؟ دعه الآن يا أبا نادر، فقد يخرج مما هو فيه. أتمنى ذلك. يا ملك الجان. نعم، ماذا هناك؟ لقد خرج مع عشتار ذاك المختار. لقد عرفت أن عشتار هي نعم الاختيار. ماذا يا نادر؟ أخبرني الآن، فأنت طوال الطريق صامت، ماذا بك؟ أنا لم أعد أثق بأحد. لماذا تقول هذا؟ لقد مررت بأمور لن تصدقيني إذا أخبرتك عنها. أخبرني أنت وأنا أقرر هل سأصدقها أم لا. حتى لو أردت فلا أستطيع. لماذا؟ ما الذي يمنعك؟ أخاف أن أخسرك أنت الأخرى. هل تخشى أن لا أصدقك؟ لا، ولكن الأمر متعلق بعالم بشع لا يرحم. عدت إلى الألغاز يا نادر، قل ماذا بك؟ الأمر خطير، خطير جدا يا عشتار. لماذا تشعرني وكأنك تتحدث عن الجن والعفاريت؟ أنا أتحدث عنهم. أخفضي صوتك وابتعدي قبل أن يفوت الأوان. هل حقا أنت تعني ما تقول؟ نعم، أنت لم تري ما رأيت. أنت تعاملت معهم؟ نعم للأسف نعم. نادر، هذا الأمر لا يسكت عنه، يجب أن تأتي معي. إلى أين؟ إلى بيتي. بيتك؟ نعم، فأبي خبير بمثل هذه الأمور وسيساعدك. إنهم خبثاء، أخاف أن يصيبكم الأذى. لا عليك، هيا. لقد خدع المخدوع. الآن يكون لي ما أريد.